أخبار اليوم. دلوقتي هنشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع ألف بيقول علق جسم في ميزان زنبرقي مثبت في سقف مصعد. مسائل الأسانسير دي لازم طبعا تيجي حاجة فيها إن شاء الله في الامتحان، ومعروف نظامه إيه، يا إما بيتكلم عن المصعد كله باللي فيه، يا إما بيتكلم على اللي داخل المصعد. أدي مسائل الأسانسير بيبقى شكلها زي كده. فهو بيقول علق جسم في ميزان زنبرقي مثبت في سقف مصعد، يبقى أدي المصعد كده وأدي الميزان كده، الجسم هو تعلق هنا. فكانت قراءة الميزان 18 ثقل كيلوغرام، يبقى هنحولها للنيوتن، يبقى 18 في 9.8. لما كان المصعد صاعد وكانت قراءة الميزان 15 ثقل كيلوغرام، يبقى تتحول لنيوتن أضربها في 9.8 عندما كان المصعد هابطا بعجلة 2 جيم. هو في الأول كان صاعد بعجلة جيم، إنما هنا هيبقى هابط بعجلة 2 جيم. طب احسب كتلة الجسم، يبقى أعمل بقى القوانين اللي أنا عارفها، اللي هو النظام بتاع معادلات الحركة هيبقى شكلها إيه. نبدأ باللي اتكلم فيه هو الأول. بيقول جسم المصعد كان صاعد، طالما المصعد صاعد يبقى كاف جيم بيساوي مين اللي خد التاني، يبقى الشد أقوى من الوزن، أقوى من كاف دال، يبقى بيساوي شين ناقص كاف دال. طيب الكاف مش عارفها والجيم هو قال لي بكام، قال بجيم، خلاص اسيبها له زي ما هي جيم. يبقى كاف جيم بيساوي شين اللي هو الشد اللي هو قراءة الميزان قال كان 18 ثقل كيلو جرام، اللي يكتب 18 بس يبقى غلط، 18 في 9.8 يبقى كده اتحولت لنيوتن، ناقص كاف اللي انا مش عارفها في دال اللي هي 9.8. دي المعادلة الاولى لما كان المصعد صاعدا بعجلة مقدارها جيم. طب لما كان هابط، كان هابط بعجلة 2 جيم، برضو اعمل معادلة الحركة التانية، بس اخد بالي ان الوزن اقوى من الشد. وكانت قراءة الميزان 15 ثقل كيلو جرام عندما كان المصعد هابطا، يبقى هقول له كاف جيم، بس ما تبقاش كاف جيم لانه هابطا بعجلة مقدارها كام، 2 جيم، يبقى كاف 2 جيم. طب ده هابط يبقى الوزن اقوى من الشد، الوزن اللي هو كاف دال، يبقى كاف في 9.8 ناقص الشد الجديد اللي هو شين شرطة، الأولاني كان ب 18 ده ب 15، بس ما اكتبش برضو 15، أنا شغال بقوانين نيوتن. يبقى تتحول بدل من 15 ثقل كيلو جرام زي ما مكتوبة، تبقى 15 في 9.8 كده. أنا معايا المعادلة الأولى والمعادلة الثانية، دي فيها مجهولين الكاف والجيم، والمعادلة الثانية فيها مجهولين اللي هم الكاف والجيم. هو طلب كتلة الجسم، طب ماشي، وبعدين مقدار كاف، مقدار جيم. يبقى انا لو قسمت المعادلتين دول على بعض، كاف جيم هنا وهنا كان 2 كاف جيم، ادي دول طاروا، يبقى بقت نص. من فوق هنا كان معايا 18 في 9.8 ناقص كاف في 9.8، وهنا كان كاف في 9.8 ناقص ال 15 في 9.8، يبقى هضرب الطرفين والوسطين اعرف اجيب قيمة الكاف. هنشوف بعد ما قسمنا دلوقتي ايه اللي يحصل. احنا قسمنا المعادلة الأولى والثانية على بعض، وهضرب الطرفين والوسطين، طلعت الكاف هنقسم تبقى 51 على 3 تبقى 17 كيلو جرام بعد ما عوضنا
في المعادلتين وضربناهم. طب نرجع للمعادلة الأولى. المعادلة الأولى كان كاف جيم بيساوي، هو كان نازل، طالما نازل يبقى مين اللي خد التاني الوزن، يبقى هنا هيبقى كاف دال ناقص شين. الكاف طلعناها ب 17 كيلو جرام، في جيم اللي هجيبها بتساوي كاف اللي هي 17 في 9.8 ناقص الشين اللي هي 18 في 9.8. نعوض هتطلع العجلة بتساوي، بالآلة الحاسبة معاكم هتطلع العجلة بتساوي 49 على 85 متر على الثانية، تربيع. هو كده كان عايز العجلة وكان عايز الكتلة. نشوف المطلوب اللي بعد كده. خلاص عرفنا الكتلة وعرفنا العجلة. بيقول احسب كتلة الجسم ومقدار جيم واوجد ايضا قراءة الميزان اللي هو شد ثالث. احنا كان عندنا شين وعندنا شين، شرطة الاولانية كانت ب 18 والتانية ب 15. بيقول اوجد ايضا قراءة الميزان عندما يتحرك لاعلى، عندما يتحرك لاعلى بعجلة تقصيرية مقدار، عجلة تقصيرية يعني سالبة، مقدارها نص جيم. احنا طلعنا الجيم، طب اكتب دلوقتي هو بيقول عندما يتحرك لاعلى يبقى اتجاه الحركة لفوق هيبقى اتجاه الحركة لفوق، يبقى كاف جيم اللي هتبقى كاف في سالب نص جيم بتساوي، وطالع لفوق هيبقى ايه؟ يبقى في الحالة دي شين شرطتين اللي هو الشد أقوى من العجلة بتاعت الجاذبية الأرضية اللي هي كاف في 9.8. طب الكاف احنا كنا طلعناها ب 17، يبقى 17 في سالب نص جيم. الجيم احنا قلنا دلوقتي طلعت بكام؟ طلعت ب 49 على 85 اللي هو ده كاف في سالب نص اللي هو هنا، عشان العجلة تقصيرية بيساوي شين شرطة اللي عايزها، شين شرطتين في ناقص كاف اللي احنا جبناها ب 17 في 9.8. يبقى دلوقتي اللي احنا عايزينه اللي هو شين شرطتين خليه هنا بالموجب، حدي ده من هناك بإشارة مختلفة يبقى بالموجب. شين شرطتين بتساوي، خلي بالكم ال 17 مكررة هنا وهنا هاخدها بالموجب، يبقى 17 عامل مشترك، يتبقى لي نص في 49 على 85، هنا سالب نص في 49 على 85، وبعدين ده راح بالموجب يبقى زائد 9.8. يبقى الإجابة اللي هي شين شرطتين اللي هو الشد أوجد قراءة الميزان عندما يتحرك لأعلى بعجلة تقصيرية، يبقى هجيب بعد كده أعوض في دول اللي هي 17 في سالب نص في 49 على 85 زائد 9.8. الإجابة هتطلع معايا 16.5 ثقل كيلو جرام. هي طبعا الأول بتطلع بالنيوتن وأقسم على 9.8 عشان تطلع 16.5 ثقل كيلو جرام. تاخدوا مسألة الأسانسير اللي هو المسحر دي معروفة، والمسألة دي تحديدا جت في الامتحانات كذا مرة قبل كده وموجودة في كتاب الوزارة زيها بالظبط ومكررة ومعروفة. ده اللي هو السؤال الرابع الفقرة ألف فيه. دلوقتي الفقرة ب من السؤال الرابع. أثرت القوة قاف بتساوي 2 المتجه سين زائد 3 المتجه صاد على جسيم وكان متجه موضع الجسيم عند لحظة معينة، يتعين من العلاقة دي ره ده اللي هو متجه الموضع اللي هو 3 نون تربيع زائد 7 في المتجه سين زائد نون زائد 2 صاد، حيث قاف هو قال مقاسة بالنيوتن والمسافة بالمتر والزمن بالسنة، عشان لما نيجي نجيب احسب الشغل هيطلع حسب العلاقات دي اللي هي نيوتن ومتر على الثانية، يبقى معنى كده هتطلع بالجول. عايز الشغل المبذول من القوة قاف من نون بتساوي 1 ثانية ونون بتساوي 3 ثانية، يبقى هنا ما ينفعش تطرح الزمنين دلوقتي، لا احنا نجيب الشغل الأولاني ونجيب الشغل الثاني وبعدين نطرح الشغلين من بعض. طب الشغل ايه القانون بتاعه؟
عشان نعرف نحل. شين بتساوي قاف اللي هي القوة ضرب قياسي فيه. طب وفيه دي بتساوي ايه؟ معروفة، خدناها ر ناقص ر صفر. ر اللي هو متجه الموضع اللي عندك مكتوب، ر صفر اللي هو عند نون بتساوي صفر. لو الزمن بصفر يبقى معنى كده ان ر صفر بتساوي 7 زائد 7 في المتجه س زائد 2 في المتجه ص. لما نطرحهم من بعض بنشيل الثوابت يبقى عرفت ف بتساوي 3 نون تربيع س زائد نون ص. طيب لو الزمن بواحد ثانية بس وعوض هنا يبقى فيه بتساوي ايه عند نون بتساوي واحد؟ يبقى فيه بتساوي كمتجهات يبقى تلاتة وواحد. يبقى هجيب الشغل الأولاني، الشغل الأولاني اللي هو قاف ضرب قياسي فيه، القاف مداني باتنين وتلاتة، يبقى أكتب القانون بتاعها اللي هو اتنين وتلاتة، والإجابة موجودة معاكم. ضرب قياسي اللي هو طلعناها هنا 3 و1، يبقى 2 في 3 ب 6 زائد 3 يبقى بيساوي 9. ده الشغل الاولاني 9 جول لان انا شغال بالنيوتن والمتر على الثانيه. بعد كده الشغل الثاني لما النون ب 3 اجيب متجه الازاحه، الازاحه كانت 3 نون تربيع زائد نون بس هنا، يبقى 3 في 9 بقى 27، ده فيه 2 والنون هنا يبقى 3، يبقى ده مين ده؟ ده فيه. طب والشغل بيساوي برضه قاف ضرب قياسي فيه، القاف ما اتغيرتش اللي هي 2 و3، هيبقى هنا 2 و3 ضرب قياسي الفيه الجديده اللي انا جبتها اللي هي 27 و3. هنضرب 2 في 27 تطلع ب 54 و3 في 3 ب 9، 54 زائد 9 بيساوي 63. ده كده الشغل اللي اتبذل في 3 ثواني، بس هو عايز يطرح منه الشغل الاولاني اللي هو ملوش دعوه بيه. بيقول لك انا عايز الشغل اللي من نون بيساوي 1 الى نون بيساوي 3، يبقى اجيب الفرق بين الشغلين اللي هو 63 ناقص 9 يطلع 54 جول. لازم طبعا تيجي حاجة على المتجهات في الامتحان، سواء بتيجي بالمنظر ده أو تيجي في قانون نيوتن الثاني اللي احنا بنفاضل المسافة تطلع سرعة، أفاضل السرعة تطلع عجلة وأقول له كاف جيم بيساوي قاف، وهكذا نحل في المسائل دي. ويبقى كده السؤال الرابع خلص، هنخش على السؤال الأخير.